عزيزي المشاهد حياك الله معنا في حلقة جديدة من برنامجك المنوع الأسبوعي نحن أصدقائك. عزيزي المشاهد بعد ما قضينا إجازة سعيدة وبعيدة عن الروتين خلال عطلة عيد الفطر السعيد وخلونا الآن نتجول في مرافق شركة المشروعات السياحية والحقيقة أعدت شركة المشروعات السياحية برامج عديدة خلال عيد الفطر السعيد. أول شيء نبدأ معك عزيزي المشاهد في الواجهة البحرية أو بالأحرى في الجزيرة الخضراء. أعدت أيضا شركة مشروعات سياحية في هذا اليوم في يوم العيد أو في أيام عيد الفطر السعيد برامج عديدة منها فقرات موسيقية وألعاب تسلية للأطفال وأيضا حضور ذلك الرجل الأراغوز يسمونه. استمتعوا الأطفال واستمتع الجمهور في الاحتفال اللي أعدته شركة في الواجهة البحرية أو في الجزيرة الخضراء. خليك معنا عزيزي المشاهد في هذه الدقائق في جولة في الجزيرة الخضراء. والساحر العديد مع خفة الدم وخفة الإيد حيوه وحط العصاية عند أمل العصاية السحرية ارفع يدك العصاية عند أمل وارفع العصاية من عند أمل وحطها عند شو اسمك نورة انت ماسكة نورة شكرا تحييهم عزيزي المشاهد شفت معانا الواجهة البحرية والجزيرة الخضراء واعتقد لاحظت الحضور الكثيف للمواطن والمقيم وكانت شركة المشروعات السياحية حريصة على إسعاد وترفيه المواطن والمقيم أيضا. ننتقل معاك إلى مرفق آخر من مرافق الشركة وهي حديقة الشعب. حديقة الشعب أيضا كان لديها فعاليات وأنشطة ترفيهية للمواطن والمقيم. خلنا نشوف معاك هذه الفعاليات.
ننتقل معك الآن عزيز المشاهد إلى مرفق آخر وهو نادي الشعب البحري. أقامت إدارة نادي الشعب حفل ساهر لأعضاء النادي، خلنا نشوف مع بعض. ماشي بسكة سفر ماشي بهذه الحالي، ما دام معايا القمر ما خاف هذه الليالي، ماشي بسكة